الجزائر حضرها تبونا لو صدق مع روحه للجزائر هذه اللي انا عايشينها دوك هي استمراريه لمشروع لسلوكات لممارسات اللي كانت موجوده قبل 2019 لكن في ظرف سياسي مختلف. ظرف سياسي مختلف ان هناك مسار ثوري انطلق في 2019. المسار الثوري هذا يحول الشعب الجزائري اللي كان عايش قبل 2019 حراكات مطلبية، حراكات مطلبية كانت تحاول أنها نقولوا تدخل في صراع مع النظام السياسي لافتكاك أقصى ما يمكن افتكاكه من مكاسب ومن حقوق في إطار المنظومة اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، لا هي مستمرة لحد الآن، يعني دون أن يعيد النظر هذا الصراع دون أن يعيد النظر في طبيعة الدولة الجزائرية ودون أن يتحول إلى حراك ثوري يطمح إلى تحقيق وتكريس القطيعة مع هذا النظام. 2019 دخلنا في منعطف جديد، منعطف تاريخي، تحولت هذه الحركات المطلبية تراكماتها أدت إلى نضج الوعي والشعب الجزائري أصبح يعي بأن أي تحقيق لأي مكسب لن يتم إلا بالتخلص النهائي من النظام، لأن النظام كان عنده قدرة على أنه يمد باليسار ويفتك يعاود يرجع باليمين، معناتها عنده قدرة على المناورة ويبقى في الحقيقة يناور بالتكتيك تاعو، إذا كانت ميزان القوة في صالحه يتنازل نوعا ما، وإذا كانت أو في غير صالحه يتنازل نوعا ما، وإذا كانت في صالحه يولي يوري 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 يد من حديد أو يصبح المطلق هو لسان حاله. في الحقيقة حاليا النظام الجزائري راه في موقع آخر، موقع دفاعي، ماهوش قادر يناور، بالعكس الشعب الجزائري الحق إلى مستوى من الوعي ومستوى النضج وين الأمور أصبحت أوضح أن أي مكسب اللي كان الشعب الجزائري يحافظ عليه في أي ميدان كان يجب أن يتم عن طريق تحقيق القطيعة والمرور نحو دولة الحق والقانون، نحو انتقال ديمقراطي حقيقي يكرس الدولة اللي داوس عليها الشعب الجزائري دوما من 1954 وقبل 1954، معناتها الحركة الوطنية كانت تطمح إلى تأسيس هذه الدولة اللي كانت هي نفي الاستعمار وحاليا هي نفي لاستبداد الوريث الشرعي للاستعمار. لذلك أقول أن المشهد لم يتغير في طبيعته، معناتها النظام السياسي لم يتغير في طبيعته، بقي النظام هو، وإن كانت المشهد تغير في الدرجة، معناتها في المستوى مش في الطبيعة ولكن في الدرجة، مثلا القمع زاد، النظام أو يبين على أنيابه ولا يبان على حقيقته أكثر. الشعب الجزائري حاليا راه في مسار ثوري لن يتراجع عن 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 مكاسبه او عن مطامحه وعن اهدافه، وهي المرور الى جزائر حره وديمقراطيه، جزائر الحق والقانون، جزائر السياده الشعبيه والتخلص من هذا الاستبداد الغاشم. اذا نقدر نقولوا باللي الراي الوزير السابق تاع بوتفليقه عبد المجيد تبون راه حقيقه في الاستمراريه، ولكنه في الحقيقه هو في نظام يكيف نفسه، هو يحاول ان يسترد ما اضاع خاصة بعد 2019. حقيقة الشعب الجزائري حقق مكاسب حقيقية، النظام يحاول يلتف عليها ولو تطلب ذلك المرور نحو القمع ونحو هذا القمع اللي عايشينه، القمع المتواصل اللي عايشينه. الشعب الجزائري راهو يحط النظام في موقف دفاعي، النظام هو الأول خايف، النظام هو الأول خايف، لأن الخواف دوما راح يمر العنف كما لابات بليسي، كما الحيوان الجريح، النظام حيوان جريح أصبح آكل البشر، آكل لحوم البشر، أنتروبوفاج، طيب. ما يقدرش يصيب أي تسوية مع الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري التسوية الوحيدة اللي يستعرض بها هي القطيعة مع هذا المنظومة.